بما انك فنان نزل صوره النهارده لمحمد رمضان وشيخ فالناس انتقدوا جدا انت ازاي فنان وبتتصور مع ده شيخ يعني انت ازاي تتصور معاه وبده محمد ولا بينتقدوا الشيخ ازاي الشيخ يتصور مع فنان يعني ليه احنا مالنا كفار ولا ايه مش فاهم وحتى لو كفار يعني لا ما شفتش تحديدا الصوره بس يعني عادي ايه المشكله طلع محمد رمضان رد وقال لا ده هو اللي جه يتصور معايا الموضوع بقى كده بقى فاهم يعني ايه هو اللي جه يتصور معايا مش فاهم يعني هو الصوره عموما ان انا اتصور مع شيخ او اتصور مع قريت له قران هو مشهور قسيس او اتصور مع رجل دين عموما ايه المشكله يعني ايه ايه اللي هيعيبه يعني عارف ان الناس اقول لك حاجه يعني لو افترضنا مثلا حتى تاجر مخدرات وتاب قاتل وتاب وتصور مع شيخ ايه المشكله ما بالك بالفنان اللي هو اصلا يعني صاحب رساله الفنان الراقي الفنان اللي الناس بيسلي الناس اللي بي 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 بيغير قوانين في المجتمع وحصل بالفعل ده ان هو يتصور مع الشيخ يعني فنان شرف ان هو يتصور مع اي حد يعني فاهم والشيخ شرف يعني لاي حد ان هو يتصور معاه